السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منة شلبي كما توقعنا، مش كما توقع ال 105 مليون مصري، هتاخد براءة. ده قضاء ساكسونيا ونيابة ساكسونيا وداخلية ساكسونيا ونظام ساكسونيا ورئيس ساكسونيا ووضع منيل ب 60 نيلة زي ما عادل إمام له سبق الجملة بتاعت ساكسونيا دي، ومن زمان قوي احنا عارفين الوضع في مصر. ده قضاء ولا دي نيابة ولا دي دولة ولا ده نظام، وحاجة كلها شبه دولة. شبه، هو قال لك شبه دولة. انتوا متخيلين بحسب بيان النيابه الشريفه العفيفه النيابه المصريه قالت لك احنا والداخليه قالوا لك احنا مسكناها في المطار متلبسه، ممسوكه. قال لك ممسوكه. هتقولي لا ما خرجتش براءه، حكم على الايقاف يعني براءه. يعني عايز اقول لك ان هي اخذت حكم على الايقاف، ومنة شلبي اصلا نفضت للقضاء. يعني هي اصلا كان عندها محاكمه النهارده، قالت قضاء ايه وبتاع ايه ده، هي بس الحمد لله ناخد الرضا في المخابرات. لو خدنا الرضا من المخابرات، ضابط مخابرات يرفع التليفون على القاضي، يا ولد يا ولد اديها براءه. يا طب يا فندم ما ينفعش براءه عشان الشكل العام للقضاء الشامخ المصري. انت عارف القضاء بتاعنا شامخ جدا، ما تقولش لحد انه شامخ بس عشان بيتحسد، قضاءنا بيتحسد، بنحب نداري عليه. فيا فندم عشان الشكل العام بس، يعني طب نديها سنه مين يا حيوان؟ طب يا فندم انا اسف، طب نديها سنه مع ايقاف التنفيذ يا فندم، وكانها اخذت حكم سنه يا فندم عشان الشكل العام بس يا فندم، عشان الشكل العام. اصل يا فندم في كتير زي منة شلبي احنا حابسينهم من سنه وسنتين، وكان معاهم حاجات اقل من منة شلبي يا فندم، عشان شكلنا بس يا فندم، الشكل العام بس يا فندم. انا عارف يا فندم ان منة شلبي خدت رضاك وخلاص، والامر انت وبتعمل عمل سينمائي لرمضان الجاي، ومش هتحضر، مش هتيجي تحضر الجلسه، وهتسقع علينا يا فندم على قفانا، بس عشان الشكل العام يا فندم يا ابانا الذي في المخابرات. خلاص يا ولد اديها سنه مع ايقاف التنفيذ يا ولد وخلاص، اديها سنة. بس ما تجيش القفص. لا يا فندم مش هتدخل القفص، ما تحضرش الجلسه. لا يا فندم مش هتحضر الجلسه يا فندم. خلاص ماشي. قضاء ساكسونيا ونيابه ساكسونيا ودوله، اقسم بالله العلي العظيم اوصلوك الى فكر. احنا في مرحله لما بتلاقي واحد بيقول تحيا مصر، الناس بترد عليه تقول له بس يا معرض. انت متخيل احنا واصلين فين؟ احنا انت فاهم بس احنا في الليفل كام؟ على فكره منة شلبي هيتم اخضاعها من المخابرات. انا بقول لك منة شلبي يا جماعه من 2013، من ساعه انقلاب السيسي، من 2013 منة شلبي شهاده لله لو بحثتم في كل الارشيفات ما تلاقوش لها جمله بتدعم فيها السيسي خالص خالص. فازاي في واحد يبقى رافع راسه؟ انا مش بقول لك رافع راسه ان هي ماسكه السيف، لا، رافع راسه ان ما بتطبلش. مش مثلا زي مين؟ مش زي منى زكي. منى زكي طبله هي واحمد حلمي من الطراز الاول. مش زي هاني رمزي، مش زي كريم، ولا اسمه ايه، كريم ولا امير قراره ده. مش زي كريم عبد العزيز، لا، منة شلبي لها طريق لوحدها كده، هي واحمد عيد والفنان محمد عطيه والناس دي لها تركايه لوحدها، يعني لهم سيستم كده. احنا بص بره الملاعب بتاعتكم دي كلها خالص، مش هنكون مطبله. طيب فجابوها، جابوا منة شلبي من حته من منة شلبي بتتعاطى بتعمل بتاخد، بس جابوها بقى من الحته بتاعتها. فيا منة هتوب مننا ولا علينا يا منة؟ قالت له منة يا فندم منك يا فندم، احنا واحد يا فندم بس انا ما اروحش احضر الجلسه. قال لها خلاص يا منة، ده انت بتاعت المخابرات تحضري جلسه ايه؟ ولد يا قاضي، ولد يا قاضي، دي ما تقعدش في اللاب. في مشهد يوريك قد ايه، اقسم بالله العلي العظيم، انت لو معاك فلوس في مصر الا ما رحم ربي، انا ما بجمعش وما مش باش من الكل، في بعض القضاه في مصر لو معاك فلوس تديله باللي في رجلك وتقول له يا كذا براءه، يعمل لك براءه، يعمل لك براءه. قضاء ساكسونيا بوريك بس على فكره قد ايه الفن مركوب. بمناسبه الفن المركوب، ما شفتش في حياتي فنان لزج وامقطه، اقسم بالله انا لا بحب تمثيله ولا فنه ولا رسالته اللي بيقدمها في السينما من قبل ثوره يناير اصلا، احمد ادم. انا بحس انه انسان مصطنع، يعني هو مش انسان مصطنع، مش عارف. احمد حلمي ده لسه بنتكلم عنه من سنتين فنان تلقائي، يعني مثلا ممكن يقول لك الافيه فتضحك، انما احمد ادم لزج، هو كائن لزج. احمد ادم اللي ما ساب احد، ما ساب ثوره يناير ولا ترك صور يناير ولا ترك الاعلاميين اللي في الخارج ولا ترك الـ 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 الازهر ولا ترك المشايخ ولا ما لم يترك احد، لم يترك احد احمد ادم، لم ينجو احد من احمد ادم الانسان القميء، الانسان القميء ده ما حدش نجا من احمد ادم. احمد ادم اللي طلع يتكلم على محمد مرسي، وطلع يتكلم على ثوره يناير، وطلع يتكلم في التلفزيون بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي، هو احمد ادم اللي بيتكلم كده. يعني احمد اهو بيدفع فاتوره، انت مش طبله يلا، انت مش طبله يا طبله، مش انت طبله يلا يا طبله، يا طبله يا فنان يا عره، مش انت طبله يالا؟ ايوه انا طبله، اقعد يالا. فيقعد يولول زي غيرك كلكم على دي. بقول هو في حد دعم السيسي اكتر من عادل امام في اول لقاء للسيسي مع الفنانين، وطلع يمسك له الطبله؟ عادل امام قعد في بيته
عادل امام قعد في بيته، شوفوا لقاء عادل امام مع وائل الابراشي لما طلع يتكلم عن تدخل الشركه المخابراتيه في الفن. من يومها وعادل امام في بيته، ده في فن مسلسل كان هيتعرض لعادل امام في نفس السنه لما طلع يتكلم مع وائل الابراشي الكلمتين، المسلسل اتاجل. شوفوا كله مراكيب مراكيب. فاحمد ادم اللي بيولول هو احمد ادم اللي كان عامل نفسه بورم ايام محمد مرسي رحمه الله عليه بالشكل. زي ما انتم عارفين الاسبوع اللي فات مرسي اتحاكم، خد 20 سنه اشغال شقه ومراقبه 5 سنين. ما اعرفش ليه المراقبه، يعني مش فاهم 5 سنين مراقبه، يعني ده لو سرق بط يعني ما يبقى. يعني ايه 5 سنين مراقبه؟ يعني ما علينا، ما كانش خد 5 سنين. ولا البلتاجي، البلتاجي هو كمان اتصل نفس الحكم 20 سنه وعليه 5 سنين مراقبه. ما اعرفش البلتاجي هيعمل ايه بعد المراقبه اذا كان هو بيبرع من دلوقتي. امال هيعمل شفت انت بقى قد ايه شويه الاضيش كلهم مراكيب، زي عمرو اديب ومراته لميس. امبارح الاثنين كانوا قاعدين مع بعض في البيت، او لا اول امبارح، اول امبارح عشان المصداقيه. عمرو اديب ومراته كانوا قاعدين مع بعض في البيت، خبط عليهم الراجل اللي بيدورهم، حط المفتاح في الاثنين مش في واحد بس، حط المفتاح ودورهم، قال لهم عايزين بكره حلقه انتوا الاثنين في نفس اليوم، الحلقه تكون اسفاف. يعني ايه اسفاف؟ تافهه، لا تتكلم عن الجنيه اللي بينهار، ولا حديقه الحيوان اللي بتتباع، ولا ال 12 شركه اللي هتشتريهم من الامارات والسعوديه وقطر، ولا تتكلم عن قناه السويس واصولها اللي بتتباع، ولا تتكلم عن الجنيه واللي حصل له، ولا تتكلم عن الاقتصاد واللي بيحصل له، ولا تتكلم عن خساره البورصه، ولا تتكلم عن اي حاجه، ولا تتكلم عن سعر الفايده اللي وصل 25%. اوعى تتكلم عن ده كله يلا يا طبلة انت ومراتك لميس. طب نتكلم عن ايه يا باشا؟ لما يا باشا ما احنا مطبل اي نعم، احنا مطبلاتيه ومفيش اي كلام. طب نقول ايه يا باشا؟ انتوا الاثنين واحد فيكم يجيب فنان شعبي، يجيب فنان شعبي، والتاني يجيب فنان شعبي برضه، بس عايزينكم هياف، حلقه هايفه، مش هايفه وهبي، لا هايفه، حلقه هايفه. فيطلع تامر عمرو اديب ومراته لميس بالصدفه، بالصدفه في نفس اليوم. اللي بيحصل للجنيه، الجنيه ورا مصنع الكراسي يا جدعان، وعجبتني صوره الفنان نور الشريف رحمه الله عليه بالصوره دي. الجنيه ده بيحصل له كده دلوقتي يا جماعه ورا مصنع، ما جابوش سيره الجنيه ولا اي حاجه، وطالعين بيسفوا الاسفاف اللي انتوا شايفينه ده. واحد جاب احمد سعد والتاني جايب عبد الباسط حموده. بقول لك الوضع الراهن في مصر صدقا يليق بعبد الفتاح السيسي وبقلاضيشه. يعني المعزه السيسويه التيسويه اللي انتوا شايفينها بتأيد السيسي، شاوروا على 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 على, على, على الاشكال دي وقول لهم الوضع الراهن اللي انتوا تستحقوه. اقسم بالله ايها المواطن، ايها الشخص الحر اللي انت من اول لحظه وانت ضد السيسي، او من سنه واتنين وتلاته وفقت، صدقني والله الذي لا اله الا هو، ان الله عز وجل ينزل عليك الان بردا وسلاما على الغلاء اللي بيحصل. عارف لانك انت يكفيك شرفا انك كنت عارف اللي هيحصل، فربنا سبحانه وتعالى بينزل عليك السكينه. اما الطبله اللي بيطبل كان مقتنع ان هيعيش جنه الورود والياقوت والمرجان، زي ما احمد موسى طلع يقول ياقوت مرجان احمدك يا رب، بعد سنتين مصر هتعمل، بعد 6 شهور اصبروا. المواطن الطبله المعزه التيساويه اللي كانت بتصدق السيسي في كده زمان، هي الان اللي بتكتوي بنار الغلاء واحد، ونار الخازوق اتنين. سبحان ربك، سبحان احمد ادم بيبكي عشان مش عارف يشتغل ومش لاقي حد يعبر. ومنى شلبي اخدت براءه من غير ما تحضر جلسه المحاكمه بالبياده على راس القاضي، خدت براءه ومحدش قدر تتكلم. قاضي مين يا فندم؟ انا مستشار. مستشار مين؟ مستشار. بكره الصبح اعمل لك قضيه انك بتاخد رشوه. الورق ورقنا، الورق ورقنا، انت عارف ده جيش وطالع له كده نبته كده اسمها دوله، وادي مصر، هي دي مصر كلها. بقول وضع يليق بيهم، وضع يليق بيهم. سلام عليكم.